المنتدى الإنساني العالمي. سيد البنا، كيف تقيم مستوى المساعدات الإسلامية لباكستان في محنة الفيضانات هذه؟ أولا نشكر منظمة المؤتمر الإسلامي التي بادرت بإعلان هذا النداء، ولكن نريد أن المساعدات التي وصلت أو لم تصل إلى الآن تعد يعني شيء خطير جدا في الاستجابة لهذه الكارثة. 15 مليون مشرد تحت الماء منذ حوالي أسبوع، وقبل 5 أعوام قتل من باكستان أكثر من 90 ألف في منطقة كشمير، وشرد مئات الآلاف، ولم تعطي أو تلتزم كثير من الدول والدول المانحة بالوعود التي أعطتها لباكستان في عام 2005 في أثناء الزلزال. نحن نتمنى أن تصل المساعدات اليوم وأمس وغدا، لأن حالة النازحين هناك سيئة جدا في أكثر من منطقة، في الشمال الغربي، منطقة بلوشستان، وفي منطقة البنجاب، واليوم أو أمس تفجرت بعض الأنهار في منطقة السند في قريبة من كراتشي. كل هذه الكارثة لا تحتاج فقط إلى بعض الإعلانات أو بعض التوجهات أو بعض النداءات العاطفية، ولكن تحتاج إلى تدخل دولي كبير جدا. والذي يؤسفني أن كثير من المؤسسات في الغرب بدأت فعلا بحملات قوية، يعني في بريطانيا مثلا أمس جمعت لجنة الطوارئ الدولية فيها 13 مؤسسة غير إسلامية 5 مليون دولار في خلال ساعتين، ودي هيئة شعبية. كنت أتمنى أن تكون هناك هيئات إسلامية وعربية تقف هذه الوقفة الجريئة القوية بمنتهى الحرية لتعبر عن فعاليات العالم العربي والعالم الإسلامي لكي تنقذ هؤلاء المساكين الذين يعانون من هذه الكارثة الكبيرة. هم 15 مليون نفس. سيد هاني عفوا، كيف تفسر ما يبدو تثاقلا دوليا في تقديم المساعدة لمنكوبي الفيضانات والسيول في باكستان؟ لابد أن نقسمه على جزئين، الجزء العربي والإسلامي، وأعتقد أن المؤسسات العربية والإسلامية غير مفعلة وعليها قوانين تمنع حركتها الفاعلة المفعلة لكي تكون هي الأولى في الاستجابة لهذا هذه الكارثة، في ناحية تحويل الأموال، من ناحية دعم المؤسسات العربية والإسلامية للخروج لهذا المجال. أما في الجزء الدولي الكبير فالناس ما زالت تنظر إلى منطقة باكستان ومنطقة أفغانستان على منطقة لحرب الإرهاب، الحرب على طالبان والحرب على القاعدة. ولا بد أن نفرق بين المأساة الإنسانية التي تصيب أكثر من 15 مليونا يتشردون الآن ونخشى من انتشار الأوبئة بينهم، وبين الحرب على مجاميع صغيرة تكون إرهابية أو غيرها تحاربها قوات الناتو أو تحاربها القوات الأمنية والاستخباراتية. هناك لابد ألا يكون هناك خلط في الأوراق بين هاتين. يعني أنا لم أرى أي دولة كبيرة أو أي نداء من الأمم المتحدة بعد يقول نحن نريد مثلا 100 مليون أو 200 مليون أو 500 مليون دولار لهذه الكارثة، هي مصيبة كبيرة جدا. نحن لا نريد أن نتحول إلى عاطفيين فقط، لكن نريد أن نكون واقعيين. نحن أمامنا كارثة شديدة جدا تفكرنا بكارثة الفيضان الذي حدث في بنغلاديش في عام 1990، والذي راح فيه يعني كان فيه من يعني تأثر به 25 مليون نسمة في بنغلاديش، عاشوا تحت المياه قرابة شهرين. العالم العربي والعالم الإسلامي ليس فقط يعاني من هذه الكارثة في باكستان، لكن هناك مجاعة أخرى في النيجر وهي دولة إسلامية، وهناك مجاعة أخرى في جنوب السودان وهي دولة إسلامية غير إسلامية. إنما ننظر إلى مثل هذه الكوارث الكبيرة جدا، ولابد أن تكون لنا أجهزة وتكون لنا مؤسسات إنسانية تستطيع أن تكون هي المبادرة في هذا العمل، سواء كانت مؤسسات شعبية أو مؤسسات حكومية ورسمية. نحن تعلمنا في العام الماضي من الكارثة التي حدثت في السيول في المملكة العربية السعودية، وتعلمنا ايضا مما حدث في الفيضانات في امريكا منذ 5 أعوام كذلك. فلابد ان نفعل مؤسسات المجتمع المدني الداخليه، لان اصبح العمل الخيري صناعه واصبحت حرفه وليس مجرد يعني تنجر. شكرا جزيلا لك هاني البنا، مؤسس الاغاثه الاسلاميه ورئيس المنتدى الانساني العالمي من جده.